جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا: هل والد الرجل من الرضاعة يجوز أن يتزوج زوجة ابنه بعد وفاته أو طلاقه؟ جزاكم الله خيرا. هل والد الرجل من الرضاعة يجوز أن يتزوج زوجة ابنه بعد وفاته أو طلاقه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، كما لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه من النسب، لقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا في زوجة الابن من النسب، وكذلك زوجة الابن من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.